السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم لكم على الإجراءات اللي خذتها شركة مترو الجزائر قبل ما يفتحوا خطوط للجمهور. وللعلم أن شركة RATP اللي كانت تسير مترو الجزائر انتهى العقد ديالها في هذا الشهر اللي فات، والدولة قررت أن لا تجدد العقد اللي كان مبرم معها في تسيير خطوط المترو الجزائر. وكلفت شركة مترو الجزائر اللي راهي تنجز حاليا خطوط الجديدة، كلفتها باش تخلق شركة جديدة لتسيير مترو الجزائر هذا الشهر. إذن مترو الجزائر مسير 100% من طرف أيادي جزائرية. والآن رانا هنايا في حسب الصورة هذه رانا داخل قاعة المراقبة نتاع مترو الجزائر بالمقر الشركة في العناصر ما بين العناصر وحسن داي. إذن هذا هو المقر نتاع المراقبة نتاع الخطوط نتاع مترو الجزائر. وهنا نشوفوا لوحة المراقبة هنايا نتاع مترو الجزائر، وهنا عندنا لي ستاسيون بداو في لي بريباراسيون التحضير نتاع لفتح الخطوط نتاع المترو. وهذا هنايا نشوفوا هذا لي موتور نتاع ليكستراكسيون دير نتاع تصفية الهواء داخل الأنفاق المترو. عندهم هنا في ما بين كل محطة ومحطة عندنا فواهة نتاع الايراسيون، اون بوش دايراسيون، وفيها دي موتور يمشوا دي موتور هيدروليك بور ليكستراكسيون، يجبدوا الهواء الملوث الموجود داخل التونال ويصيروا التهوية نتاع المحطات نتاع المترو. وهنا قاعة على واحدة من المحطات ونشاهد هنايا دوك نشوف الإجراءات اللي خذاتها لتفادي يعني ضد انتشار الكورونا. إذن هنا نشوف في الأرضية نشوف الإشارات في الأرض لتوجيه المسافرين. نشوف هنايا الفلاش هادو بالأصفر كيفاش باش يوجهوا المسافرين على خطوط الترامواي. إذن هنا صور نشوف كيفاش هنايا والإشارات اللي توجه المسافرين باش يحترموا القواعد نتاع يعني القواعد نتاع الكوفيد يعني لتفادي مشاكل مع الكوفيد. وهنا عندنا شخصين على أكثر من في المصعد يعني في الاسانسور نتاع لي ستاسيون دو مترو. عندنا هاد الاشارات باللي ما يكونش اكثر من شخصين داخل لي اسانسور المصاعد نتاع المحطه. وهنا عندنا توجيهات في كل مكان. نشوف داخل المترو نشوف باللي كاين اماكن شاغره ممنوع الجلوس فيها. وهنا نشوف باللي عندنا داخل المترو يعني وضع الكمامة تاع آخر إجباري. وهنا راهو يعني التذكير للمسافرين بإجبارية وضع الكمامة نتاع ضد المرض هنايا. إذن هذه هي الإجراءات اللي خذتها شركة مترو الجزائر قبل الفتح يعني في الأيام القليلة القادمة لخطوط مترو الجزائر العاصمة. والسلام عليكم.